الفريق الجديد اليوم قدم احلى مباراه تشيلسي غريب تولي هذه المواجهه الكبيره والقويه وكما فرحان برغومز تشرف الدوري المغربي فريق الوداد الرياضي استحق ثلاث نقاط وفريق الدفاع الحسني الجديدي خرج من هذه المباراه مرفوع راس شاهد كيف وليد الركراكي تفاعل مع هذه النتيجه وهذا شيء ان كان يدل بان المواجهه لم تكن سهله مشاهدينا الكرام تابعتم معنا مباراه قوية ما بين الوداد والدفاع الحسني الجديدي عن الجولة 28 كان البعض يصنف أنها تكون حاسمة لكن نتيجة أكادير ستؤجل الأمور إلى الدورات القادمة ويستمر التشويق والإثارة لا شيء حسم لم يغادر أي أحد إلى حدود هذه الدورة ولم يحصد اللقب ولم تحسم الأمور على العموم تابعنا مباراة كبيرة روح رياضية كبيرة بين الطرفين مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وهو محدثكم عاصم الشيبة يحييكم وأضرب لكم موعدا في مناسبة قادمة إن شاء الله وإلى اللقاء إلى اللقاء.